تفضل. بارك الله فيك. وعندي والدة توفت لها طفلين عن طريقة اللحافة والرفاح اللي بنسميها رفاح والصغار. عن طريقة ايش؟ أقول في الوالدة بقول لك عن طريقة ايش؟ فهمت الوالدة عن طريقة ايش متوفي الولدين؟ والله ما فهمت عليك. يعني خنق؟ خنق؟ أسألك يعني خنقا؟ يقول خنقا الله يهديك. طيب بعدين؟ وبعدين طلبك زيد عدد الصيام كانت تصومين 4 شهور، كانت الشيخ قالت تصومين 4 شهور معايا؟ ايوه. بعدين طلبك صامت شهر ونص ومرضت صار فيها مرض يعني فيها حالة نفسية شوي، فما رأيك باقي منها 15 يوم من الصيام الأول؟ ما تصوم ما تصوم ما عليها صيام ما عليها صيام. يقول الرسول عليه السلام لا يقاد الوالد بولده. فهمت الحديث؟ ما عليها شيء ما تصوم. سؤالك فهمته وباختصار أن الوالدة قتلت ولدين لها دون قصد خنقا. أيوة. فهل رأيتني فهمتك؟ هل علمت أنني فهمتك؟ فهل أنت فهمتني؟ وانا عدت عليك الله يهديك. الله يهديني وياك. انا والله تراني جملي سمعي وسط يا الله اسمعك. كيف؟ اقول سمع يا الله اسمع، ما ادري يعني كلامك ينقطع عندي ما اسمعك مو واضح. انا بقول فهمت منك ان والدة الولدين قتلتهما خنقا. فهمتني؟ سمعتني؟ فهل فهمتك؟ هل فهمتك؟ هذا هو. فليس عليها صيام ما عليها شيء. وإياك. نعم نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تفتحش عندك مكالمة من الجزائر. أهلا مرحبا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الشيخ ناصر الدين الألباني. أيوه. أنا ابنك في الله أحمد. أهلا بالأحمد. الذي كلمتك عنه الأسبوع الماضي. أهلا مرحبا. بخير والحمد لله. يا شيخ. نعم. ان شاء الله غادي تتكلم مع الاستاذ التاعي، ان شاء الله يتكلم معك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. كيفكم يا شيخ؟ احمد الله اليك، كيف انت؟ الحمد لله. عساك طيب. حمو ابو فيصل من ارزيو 40 كيلومترا على وهران. ما شاء الله، اهلا مرحبا. أحبك الله الذي أحببتني له. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمين. تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا شيخ. نعم. هذا في جملة من الأسئلة. هاتها. أولا إني لا أجادل في الذهب المحلق للمرأة، ولكن أسأل سؤالا فقط. هو الطوق هذا حتى ما
نجح الصوغ للمرأة لابد أن نثقب ثقبا في أذن الفتاة. الثقب هو جاهز أم هو داخل تحت أو مداخل تحت تغيير خلق الله؟ هذا الأول. عفوا أنا ما فهمت، ما علاقة الطوق بالثقب؟ لأن الثقب لابد أن ممكن ذو ثقب من الفطرة. كيف؟ طوق من الفضة. طوق من فضة. طوق من فضة. نعم. ما علاقة الطوق بالثقب؟ فقط الثقب، يعني أبحث عن الثقب، هو جاهز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟ يا أخي أنا فهمت، لو قلت ما حكم الثقب؟ هل هو داخل تحت تغيير خلق الله أم لا؟ فهم سؤالك، ولكن ما علاقة الطوق بالثقب؟ لا، السؤال الثقب جائز أم داخل تحت تغيير خلق الله؟ هذا من التغيير المسموح به، هذه ما بيجي معك سامعه. جزاكم الله خيرا وإياك.